دي سن للدقيقة 26 تقيمة صفر للمثال أسلوفي الجديد رأسية بلال بيات بلال بيات يلهي بالملعب البلدي بلال بيات هدف رقم 12 ما كنتش كنرش كثير الصدار من زاوية مستحيلة من زاوية مستحيلة أشياء عديدة كرة بونيطيرية تحت البلبيات داك تمر جميلة جميلة إجروتا أنصار وكل فعالية فرق جوج صفر جوج صفر بركان وطوفان بشري أخضر أخضر وأبيض يعتبر الفضحة تصل بغضة إجروتن إجروتن أوقف المقابلة بهذا الهدف الساحر أهداف خرافية لنادي المغرب هدف الأول للاعب بلال بيات وهدف توفيق إدروتن يجي فوق استراتيجي من المقابلة لأن جبران جمال تغيير ديال جبران جمال دقيق السنة القادمة لهذا الفريق المرجعي كرة مكناسية المكناسية في بحث المنطي على الأقل تقليص الفارق إرسال في لهم ارتقاء كرة جميلة هدف جميل لفريق النادي المكناسي كريم هذا هدف جميل لفريق النادي المكناسي انا يمكن نقول هدف مخدوم هدف مخدوم في الصناعه ديال كره القدم هدف جميل صفات كونترول قدر اكثر حضور ونال قدر اكثر وصول لمرمى الحارس المكناسي هشام بوفير تم تنفيذ خطا فرصه هدف تعادل يجي فوق استراتيجي من المقابله يعني هنا السيناريو تتعدد جوج وباقي 4 ديال الدقائق باقي 4 ديال الدقائق باي سيناريو ستنتهي المقابله